باشی به جایی بایی نکیگم دیویه هوا بید همش بعد هوا موید با تو بلا اون بینم هم را بکیم خود عفو مغفیرت بکیه شبا جیو جنت بید یه دستمش نه دستمش یه دستمش بیرا بگیرنم
امي دي دي داس ميجي بكي ناو جي بكي مصافي بيشي خودش هوا وزير عاود دو جيرنا بلو مصافي بيشي دا جي ببني كو بوي مشتي دو جيرنا بونو اورغانيزه اللهم صل على سيدنا هلا بلو 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 حبيبي تشدين Thank you.
السلام السلام وخذ لها مقالبك دقة بيبك الشمال وين الصوت اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تمال بذر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون مؤمنين آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لا حسرة على العباد ما يأتيهم من رب لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون آية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العين مفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار أنا حملنا ذرية في الفلك المشحن وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن أذني إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بينكم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطيعوا من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ إذا جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تزل ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلوا هكذا أن يسيرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لمن نعمره ونكس في الخلق أفلا يعقلون فلا يحزن قول منا نعلم ما يسيرون وما يعلن ولم يرى الإنسان أن خلقنا أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولو هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لكل مصيبة إن لله وإن إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوم الدين والحمد لله رب العالمين لروح النبي صلى الله عليه وسلم ولروح جميع أمواتنا وخصوصا لروحه الفاتحة